يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا محمد. صباح الفل عليك يا جمانة. صباح الخير والسعادة والرضا على ناس وأهل بلدنا في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الحقيقة من قبل شهر رمضان ومع الأيام الأولى من الشهر الكريم مستمر في دعم الأسر الأولى بالرعاية في عدد كبير جدا من محافظات الجمهورية وفي المراكز والقرى والنجوع. بلغة الأرقام وصل إجمالي عدد المستفيدين على مستوى الجمهورية لأكثر من 19 مليون مستفيد، وده من توزيعات التحالف بإجمالي تكلفة وصلت لمليار و800 مليون جنيه. هي أنه هذه المظلة اللي جمعت منظمات أهلية كتير جدا وجمعيات أهلية وجمعيات مجتمع مدني حابة تساعد مجتمعها بشكل كبير، هذه المظلة جمعت كل هذه المساعدات في مكان واحد. المساعدات قدمت للمستفيدين، وهذه المساعدات الحقيقة تنوعت ما بين صناديق مواد غذائية رمضانية، وجبات ساخنة، لحوم، كروت مساعدات، ده بالإضافة كمان لتوزيع الملابس وإعانات الزكاة وموائد الرحمن ومعارض السلع الغذائية المخفضة. كمان الفكرة يا محمد أن هي بتعتمد بالفعل على دراسة البيانات. صحيح. وحسب قواعد بيانات كل مكان بيتم العمل عليه أو بيتم العمل فيه، فبالتالي المساعدة اللي بتقدم بالفعل لمستحقها، ونوع الخدمة كمان المقدم هو اللي بالفعل هذا الشخص أو المواطن محتاجه. عمل عظيم جدا، عمل الخير من أول رمضان، وقبل رمضان كانت تجهيزات التحالف مستمرة. كمان مهم جدا لازم نوجه تحية كبيرة جدا وتحية تقدير وشكر لكل المتطوعين الشباب. العمل الضخم ده كله بيقف وراه عدد كبير جدا من المتطوعين اللي بيوضبوا الوجبات الغذائية، اللي بيغلف هذه الوجبات، اللي بيوصلها لمستحقيها. جيش الحقيقة من جنود الخير، جنود الخير اللي هم واقفين عشان يساعدوا أهلنا المحتاجين ويساعدوا الأسر الأولى بالرعاية. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قدر يعني نقدر نقول كده يرسم بسمة على كل وجه من وجوه عدد كبير من المستفيدين من خلال تقديم الدعم وتوفير كل اللي احتاجوه ومحتاجينه خلال شهر رمضان المبارك. مثلا في مركز البليانة في محافظة سوهاج، التحالف الوطني قدم وصلات مية للأهالي الأولى بالرعاية. كمان تم تركيب أكثر من 1500 وصلة مياه، من مستهدف يصل إلى تركيب حوالي 5000 وصلة مياه في المحافظة عشان يوفروا حياة لائقة وكريمة لأهلنا هناك. يعني بجانب طبعا المثل اللي ذكره محمد لحضراتكم في البليانة في سوهاج، مش ده المثال الوحيد، بالعكس جهود التحالف الوطني لعمل أهلي التنموي حقيقة يعني موجود في كل محافظات مصر، كل قرى وكل المراكز، كل النقاط، كل مكان محتاج بالفعل هم موجودين فيه حسب قواعد بيانات دقيقة جدا، وتقدر ان هي تحدد بالفعل كل مكان محتاج ايه، ان كان محتاج وصلات مياه، ان كان محتاج كهرباء، ايا كان نوع الخدمة اللي محتاجها بالفعل بتقدر ان هي تنفذه حسب قواعد البيانات اللي موجودة. وده كان الشيء المهم اللي على أساسه أنه يبتدي العمل بالفعل على أرض الواقع عشان نقدر نوصل المساعدات صح في المكان الصح زي ما بنقولها كده بمنتهى البساطة. لو هنتكلم تحديدا على شهر رمضان، كمان هانو كل رمضان التحالف الوطني بيقدم صورة استثنائية متميزة في العمل الخيري في يعني كل المحافظات، زي ما نقول كده بيتفوقوا على نفسهم كل مرة. الحقيقة بنلاقي في إصرار على ان هم يقدموا خدمات بشكل مختلف، ان هم يقدروا يكونوا موجودين، ان كان زي ما قلنا لحضراتكم بقى توزيع وجبات جاهزة، كروت مساعدات، ايا كانت نوع الخدمة اللي بتقدم، طول الوقت بيبقى فيه اختلاف وبيبقى فيه تقدم وتحسن في توزيع الخدمات، على حتى توزيع المهام وتوزيع الجهود حتى على أرض الواقع. فطبعا كل الشكر والتقدير لكل العاملين في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كل القائمين عليه الحقيقة، حتى كل المتطوعين اللي بينزلوا بنفسهم على أرض الواقع عشان يقدروا يساعدوا أهلينا في كل محافظات مصر. مرة تانية بنصبح على حضراتكم، صباح الخير والسعادة عليكم جميعا. صباح الخير يا مصر.